انت امراه ما خاصكش ديري هاد الحاجه. لا سامحني، واخا تكون امراه ولا ماشي امراه، راه كاين اللي راجل وما غيقدرش يدير هاد الشيء. الاسم ديالي حنان جعيبو، انا مواليد مدينه الرباط، وهذه واحد 6 سنين خليت الرباط وجيت سكنت في الباديه. قبل درت بزاف ديال الحرف، منها كان عندي صالون ديال لاكوافور الاستيتيك. من بعد درت الفونت وتخصص في دي برودوي بيو ديال ماشي ادويه مي دي كومبليمون اليمونتير، وخدمت فيها شي 6 سنين بيها وسببها بسببها فعلا انا قررت ما نبقاش عايشه في المدينه. هو واحد الحاجه اللي ما نعرف، يمكن نكونوا كنسمعوا عليها مي ما شفناهاش، وانا شفتها لاني في هذاك العالم ديال هاد لي برودوي وهاد الدوايات وهاد الشيء. شفت ناس عندها بزاف ديال الفلوس، بزاف قد ما تخيلي، الحياه توب، وكيشوفوا فيها بعينيهم، مابقاوش قادرين يعيشوها، مابقاوش قادرين يستمتعوا بها، مابقاوش قادرين على حتى شي حاجه. فهنا كتعرفي بان الحياه ما تستاهل حتى حاجه، كتستاهل تعيشي بطبيعتك، ما تصنعيش، وكل ما هو خير ديريه. فجيت في الاول هنا، اول ناس غيعترضوك هما لا فامي، ما غيقبلوكش. الارض ساهل شي يعطيوه، الارض ما كتعطاش، رغم انها حقك، هذا الحق للوالد ديالي وماشي حق، ولكن ماشي ساهل باش تعطاه بواحد الاريحيه واحد وترحب بيك. فانت خصك ديري واحد السياسه، وواحد تكون عندك واحد قوه شخصيه تخليك دوك الناس كيفاش تحب بيهم في الفكره ديالك. شنو هي تخدمي صافي، ملي كتخدمي داك عدم القبول اللي كيكون في الاول كيوليو يتعلموا بالك بلا ما كيعرفوا. جيت في الاول شحال من حاجه صوبتها بيدي، كنت كنبني بيدي، فهما بداو تيبنيو بيديهم، كنت كنزرع بيدي. تخيلي هاد الارض كانت قاحله غير التراب والحجر، وحاولت بلي قدرني عليه الله انني ندير فيه شحال من حاجه. كتبغي واحد الحاجه ديالك، ياك حنا البشر عندنا حب الامتلاك، وامتلكي شي حاجه اللي هي فيها واحد الحياه. هو الفلاحه ماشي شنو كتعني لي، لاني انا منين وليت في هذاك لو ستيل ديال لي برودوي بيو وليت كندير الفلاحه البيو. هاد الارض ما عمرها ما داوات، فانا استغليت هذا الامر انها ما عمرها ما تداوى حتى من بعد، وهي كتبغي مجهود كبير باش ما تداواش، كتبغي مجهود كبير. انت اللي بزاف الحوايج ديريهم بيديك، يعني باش الناس كتهنى من هذاك المسائل اللي هذا كتداوي باش تقتل داك الربيع وكتقتل داك الشيء كله، كتبقى الغله وكتقدر تعطي تعطيها دي برودوي اخرين باش تعطي الغله اكثر وارباح اكثر. انا كنفضل الا كانوا عندي غير 6 ولا 7 ديال لي كليون باغيين داك البيو، فهذا افضل لي من داك بزاف وشي حاجه ما كاين، اون ميم طون انا عايشه منه. فالفلاحه ولات عندي شي حاجه اللي هي ضروريه واخا ما نربحش فيها. هنا ما كايناش غتنوضي معطله واخا يكون رمضان، غتنوضي عادي مع الفجر ديالك عادي. تقدري مثلا انك تسحرتي قريبا الفجر غتصلي وغتنوضي ديري شغالك، ويمكن لك في واحد الفتره مورا الظهر مورا صلاه الظهر تقدري تنعسي واحد نص ساعه ولا ترتاحي ولا هذا وتنوضي. ولكن الحياه ورمضان في الباديه راه ماشي ساهل، الاجواء ديالو صعيبه. مازال دابا الحمد لله راه غادي جاي في البرد، يعني متعب بزاف. انا فاش كنت في الرباط
عادي انك تقدري ما تفيقي حتى لتسعود، تقدري مثلا تنوضي تخرجي لخدمتك تجي همك الواحد هي الكوزينه والدار وهذا، مي لا ماشي همك انك تقيلي في الشمس اللي سارح البقر ديالو ولا الغنم، انك تحصدي اولا تحيدي الربيع اولا تفلحي اولا، هذا الشيء كياخذ واحد المجهود وطاقه وفعلا كينزف بنادم كيحس بالصيام. انا اللي نقدر نقول لهاد الناس اللي باغيين يبدلوا حياتهم في اي في اي في اي مجال كيما كان، راه ما يمكنش يبدل حياته لواحد الحياه وحده اخرى وهو ما كيبغيهاش. الحب والاراده هاد الزوج هما الوحيدين اللي يخليوك تبدلي ما عرف شنو في حياتك. الحب ديال ديك المساله اللي انت بغيتي تمشي لها ولا ديك الحياه اللي بغيتي تبدليها اولا، وثانيا الاراده، لان راه كيجي واحد الوقيته كيولي كلشي ضدك، العالم كله ضدك، لا ما خاصكش ديري هاد الحاجه، خصوصا انك امراه. لا انت امراه ما خاصكش ديري هاد الحاجه، لا صافي تكون امراه ولا ماشي امراه، راه كاين لي راجل وما غيقدرش يدير هاد الشيء لانه ما عندوش هذيك لي سبري اولا ديك داك الاراده انه بغى يديرها.